الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله مشاهدي الكرام وعلى الهواء مباشرة، أتيكم كما عودناكم كل يوم في الخامسة مساء على القناتين السعودية والفضائية المصرية، حيث نكون وإياكم مباشرة من الحرم المكي، ندعو لكم بالمغفرة والتوبة، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذه العشر المباركة. نكون وإياكم كما عودناكم مشاهدي الكرام في استعراض لأبرز المواضيع التي تهم المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص، وحديثنا اليوم حديث عظيم حقيقة عن سيد هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذه المحبة التي تستلزم علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم ومعرفة كل أعماله، وكذلك أن نكون أو أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم لنعرف الدين الإسلامي كما هو وكما أتى به صلى الله عليه وسلم مبعوثا من إلهنا ورب العالمين من خلال كتابه وسنته كذلك. طبعا قبل أن نبدأ هذه الحلقة أرحب زميلي علاء، حياك الله علاء. حياكم الله يا فهد، يعني مقدمة جميلة عن أعظم شخصية خلقها المولى سبحانه وتعالى، والذي قال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولم يكن القرآن بأقل وصف عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يسمو به في تجليات في السماوات العلى وصولا إلى سدرة المنتهى، يخترق الحجب ويستأذن: التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات، فيقال له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. متحف ومعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أقيم في مكة المكرمة منذ سنوات ثلاث، يتحدث عن أعظم البشر، ولا يتصور أحد أننا نتحدث عن مجرد بعض الآثار الحسية أو بعض الأدوات التي استخدمها، ولكن هو تحليل شامل لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في حياته، كيف تحمل عبء ومشقة الرسالة والإبلاغ والتبليغ والصبر على الدعوة والصبر على المشقة والتكذيب، كيف استخدم أدوات نسميها الآن بمعالم ومصطلحات الإدارة الحديثة، استخدمها منذ أكثر من 14 قرنا محمد ابن عبد الله، الرجل النبي الأمي القرشي الهاشمي الذي علمه الله وأدبه الله فأحسن تأديبه. الترحيب والتحية لك يا رسول الله، يا ساكن المدينة المنورة، عليك أفضل الصلاة وأحسن السلام. يشرفنا حقيقة في هذه الحلقة أن يكون معنا الشيخ الدكتور ناصر الزهراني، مؤسس المشروع الإنساني العالمي. السلام عليك أيها النبي، وحديثنا اليوم سيكون عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. حياك دكتور ناصر. حياكم الله يا أهلا وسهلا، وهذه فرصة سعيدة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في لوائه صلى الله عليه وسلم. اللهم مرحبا بكم يا دكتور. دكتور، عندما نتحدث حقيقة عن 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 محمد صلى الله عليه وسلم، من يتابعنا الآن في شتى بقاع الأرض يؤمن بمحبته صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم عندما تتحدث حقيقة، قد يكون الجيل الجديد حقيقة قد لا يعرفون شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، فلنبدأ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقصة حياته كمقدمة سريعة، ثم نبدأ عاد في بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحقيقة في حلقة سريعة في موضوع هائل وعظيم مثل هذا، قد الإنسان يعني يضطر إلى اجتزاء العبارات ويعني التهام الأحرف والكلمات حتى يوصل أكبر قدر ممكن من المشاعر التي تجيش في الصدر. وقبل ذلك كله، بعد شكر الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، أشكركم أنا أيضا على هذا اللقاءات الجميلة وهذه الفكرة الطيبة وهذا التعاون الرائع بين يعني قناتين لبلدين عظيمين، المملكة العربية السعودية اللي تحتضن الحرمين وتحتضن مكة التي بعث منها صلى الله عليه وسلم والمدينة التي فيها مثواه صلى الله عليه وسلم، وبين القناة المصرية لهذا البلد العملاق، بلد العلم والتاريخ والحضارة والأنبياء، وأن تكون هذه المشاركات الجميلة الطيبة. والحمد لله أن الله أكرمنا جميعا فألف بين قلوبنا وجعلنا أمة واحدة بسبب هذه الرسالة وباتباعنا له صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني نعمة عظيمة، وأنا يعني سعيد جدا وأتشرف أن يكون معكم في مثل هذا اللقاء، لأنه يعني حقيقة من أحب الأمثلة
يمكن ومن أحب اللقاءات إلى قلبي ما يكون مع يعني أمثالكم، وحول هذا العنوان الجميل العظيم الذي سرى في دمائي وامتزج بروحي وبوجداني وبمشاعري، وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما يريد الإنسان يتحدث عن محبته وعن مودته، فمهما تحدثنا ومهما سطرنا من العبارات فهو يستحق ذلك وأكثر صلى الله عليه وسلم. ألا مثل ما تفضلت، الله عز وجل قرن اسمه باسمه، فلا تقول أشهد لا إله إلا الله إلا أن تقول أشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينادى باسمه مع كل صلاة وفي كل أذان صلى الله عليه وسلم. ومن خلال تأملي للقرآن الكريم محاولا أن أعرف عدد حضور النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن مثلا تجد أن موسى عليه السلام ذكر باسمه يعني أكثر من 130 مرة باسمه الصريح موسى عليه السلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يمكن 5 مرات باسم الصريح محمد وأحمد. فحاولت أبحث عن حضور النبي صلى الله عليه وسلم بالأساليب المتعددة، يعني من الإشارة الحديث عنه أو منه أو إليه بالضمائر المختلفة، فوجدت العجب العجاب أنه في القرآن الكريم قرابة 4000 إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له، مما يدل على عظيم مكانته صلى الله عليه وسلم إذا كان القرآن الكريم هذا. ثم معاني الحديث عنه أكثر من 800 معنى في القرآن الكريم للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث مكانته صلى الله عليه وسلم ومنزلته. النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من شخصية مالكة للقلوب، جاذبة للنفوس، مهيمنة على الأفئدة، كان يعرف صلى الله عليه وسلم أن القلوب إذا ما وضع لها حد معين تقف عنده فسوف تتجاوز في حبه كل ما يمكن من الحدود، وسوف تبالغ في محبته، لأن شخصية عجيبة لم يعرف التاريخ لها مثيل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يحاول أن يحد من الاندفاع الذي قد يؤدي إلى ما لا أو إلى ما يخالف الرسالة التي جاء يحملها صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعلم الناس عبادة الله عز وجل وحده، وأن يكون تعلقهم ودعاءهم لربهم عز وجل، وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي يعمق في النفوس هذه المعاني الجميلة. فكان يقول لا تطروني كما أطرتني، وقولوا ببعض قولكم، ولم يكن يسمح لهم صلى الله عليه وسلم بأن يتجاوزوا الحدود في إظهار محبته. وإلا لو ترك للنفوس الهوى، كلنا أنا أنت أي أحد منا خاصة من عاش معنا، لو ترك لك ولنفسك الهوى في أن تبالغ في محبته صلى الله عليه وسلم لأتينا بالأعاجيب في ذلك، لأنها شخصية تستحق ذلك. طيب دكتور، ألم يفضل الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله في خطابه وتعامله؟ يعني نحن مأمورون في القرآن الكريم ألا نفرق بين أحد من رسله، ولكن التفضيل أتى ربانيا إلهيا. تتأمل النداءات في القرآن الكريم، المولى سبحانه وتعالى يحكي دائما على لسان القرآن أنه ينادي يا موسى يا إبراهيم يا نوح يا، وعندما يخاطب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها النبي، يا أيها النبي، وهذا تكريم وعبد الله ورسوله. ولذلك أيضا في معاني كثيرة من هذا الباب، أيضا النبي الوحيد الذي وصف بأنه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات الجميلة، وهو لا شك أنه أفضل صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والرسل وأفضل، لكن علمنا صلى الله عليه وسلم أن لا تكون هذه يعني نجعلها مثلا دائما يعني استثارة الناس مثلا أو لمحاولة دائما أفضل، فهو أفضل صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، لا يعني أنه ليس بأفضل من موسى صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الأنبياء، ولا يعني أنهم هم في درجة أقل، هم أنبياء لهم منزلة رفيعة عظيمة، لكن كما خلق الله عز وجل كل شيء جعل فيه شيء هو أفضل ما فيه، في البلدان أفضل ما فيها ومعروف، في المواقع أفضل ما فيها ومعروف، في الأزمنة أفضل ما فيها وما نتحرى في مثل هذه الليلة ليلة القدر، في الناس في البشر أفضلهم وصفوتهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في التعبيرات لما يقول الله عز وجل فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أنا لم أجد ولم تتلمس روحي ولم يخالط شغاف قلبي أبدع وأعجب من هذا التعبير، حتى موسى عليه السلام ترى ولتصنع على عيني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، اذهب بمشاعرك، حلق بوجدانك حول هذا التعبير، فإنك بأعيننا. جميل. للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور، طبعا هذا الحديث، طبعا من يتابعنا الآن خصوصا من الجيل الجديد يعني يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحبونه حبا جما بفطرتهم وتربيتهم وديانتهم حقيقة، بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم من في الكون، هو سيد البشر. ما الزوايا الجميلة في محمد صلى الله عليه وسلم لنقتدي به، وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. مثل ما تفضل الأستاذ أهلا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء قد لا يتخيلها الإنسان، أو قد يظن أنها من مفرزات الحضارات أو العصور الحديثة، كل ما تتخيله
كل ما تتخيله في الغالب في حياة الناس وفيما تقوم به الأمم وتقوم به الشعوب وترقى به القلوب والنفوس موجود في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وكل شيء في حياته جميل. كل ما تتأمل أي شيء يعني ليس لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتعصب، انظر الشواهد موجودة، ومثل ما تفضلتم بالنسبة للمعرض والمتحف هذا فقط هو يعني جهد في إظهار هذه الشواهد هي التي تتحدث، ليس الجمال فيما شيء قدمناه نحن أبدا. إن كان لنا مجهد فهو تقريب الصورة وضعها في مكان يراه الناس بصور وآليات حديثة تساعدهم أن يقفوا على هذه الروعة أمامهم ماثلة بكل ما يقربها إلى الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كل زوايا حياته أجمل ما يمكن أن تتخيله، حتى بعض معاني مثلا يمكن من الأشياء المعروضة روائع الذوق والأناقة والإتيكيت. بعض الناس قد يتصور أن الدين خلاص ما دام أنك يعني دين وكذا لبس أي شيء ومش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا في حياته أبدا، كان قمة الذوق في الملبس، ربما لم يكن هناك مبالغة في أشياء باذخة صح، لكن كل شيء جميل، يلبس أفضل الثياب وأجملها صلى الله عليه وسلم ويحث على ذلك، يتطيب بأجمل ما يمكن أن يكون من الطيب حتى يسيل الطيب ويرى وبيص الطيب من مفرقه صلى الله عليه وسلم، في تعاملاته في البروتوكولات العالمية، في التعامل مع الملوك، في التعامل مع الناس، مع الأمم، مع الشعوب، مع الأفراد، في كل شيء تجده كيف يتعامل مع أكبر شخصية وكيف يتعامل مع الأمة السوداء الصغيرة المملوكة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فيذهب معها حتى يقضي لها حاجتها ويلبي مرادها. في كل مجال تجد النبي صلى الله عليه وسلم، في العبادة تجد أنه بلغ منزلة لو مكثت عمرك تتأمل وتسطر وتكتب فيها لكانت ميدانا لذلك. لو جيت في مجال الحياة الدنيا في دولته وتنظيمها صلى الله عليه وسلم وروائع ما قدمه للناس من أسس تقوم عليها الحضارات العجب العجاب. في تعاملاته الزوجية العاطفية ما يسمونها الناس اليوم حتى بالرومانسية والمعاني الجميلة كانت في أبهى صورها موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأشياء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعرف عنه ما لا نعرف عن أمهاتنا وأبائنا، سبحان الله. وهذه من عجائب الشخصية، لا يوجد شخص تعرف عنه أكثر مما تعرف عن أبيك وأمك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بس بل في معاني طال عمرك تستحي أنك تعرفها في حياة أبوك وأمك تعرفها في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس زي ما قال فهد، ليس كل الأجيال الجديدة يعلم كافة المعلومات عن شخصية هذا محمد. بارك الله فيك. ترى هل هذا كان الدافع وكان السبب أن حضرتك تفكر في مشروع أن يبقى فيه معرض ومشروع ومتحف يحمل تاريخا وبيوغرافي يعني سيرة ذاتية لأفضل البشر صلى الله عليه وسلم كنوع من سد محاولة سد هذا التقصير؟ هذه من المعاني مكثت 4 سنوات تهيب كيف تكتب عنه، لكني أشعر بالحاجة. من أهم المعاني التي انطلقت منها في الكتاب أن للأسف وجدت، وهذا ليس تقليلا من شأن، نحن على علمائنا وعلى مؤرخي الإسلام وعلى محبي النبي صلى الله عليه وسلم وكل جهدهم على رؤوسنا، لكن كثير من كتب السيرة الحقيقة اختزلت السيرة أمامنا وأمام أجيالنا في المغازي والحروب والمعارك. ولذلك كان حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قتل ومقتول ثم مات صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. السير هذا جهاد اسمه الجهاد والمغازي، ولذلك بعض العلماء دقيق في تسميته سماها المغازي والسير. فالمغازي هي جزء لا يكاد يتجاوز 5% من حياة. يكفيك أن 13 عاما في مكة المكرمة ما ترفعت فيها عصا، ويكفيك أن أول كلمة أنزلت لا هي قاتل ولا دمر ولا فجر ولا حارب ولا عذب، إنما هي اقرأ. هذا الدين جاء للإحياء لم يأتي للإماتة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم إظهارها بشمول السيرة هي الشمول. طعامه صلى الله عليه وسلم سيرة، شرابه سيرة، تعامله مع أزواجه سيرة، كل حياته صلى الله عليه وسلم سيرة. أما أن يأتي الطالب المسكين عندنا في الابتدائي فندرسه صعد على صدره واحتز رأسه ثم نقول فيه نساء، يعني هذه أشياء يعني مع وجودها ومع أن بعضها كان من التضحية العظيمة والجهاد في سبيل، لكنها هي جزء. أين السيرة؟ يجب أن يتشرب أجيالنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمعالم جمالية لا كدروس قاسية أو قوالب معينة تدرس. وللأسف حتى كثير من أو أشياء كثيرة تجد أنها أمام مقياس الصحة والقبول بعضها ما تثبت، وغرسناها في عقول كثيرة. هذا ليس الآن يعني كما يسمونه يعني جلد للذات، الحمد لله عندنا خير كثير في العالم الإسلامي، في أئمة، في علماء، في تأليف. نحن أيضا سلكنا بعض هذه السبل من باب الاجتهاد في هذا الباب، أنه حياة النبي صلى الله عليه وسلم إظهار جمالياتها بهذا الشكل. أنا يتعجب كان بعض الزملاء الذين يأتون خصوصا من الزوار الذين مثلا ليس لهم علاقة مباشرة بالعلم الشرعي، ولا الحمد لله الكل مؤمن ومسلم، وإذا جاءك الإنسان وهو محب للنبي فهذا مكسب عظيم، لأن الحب ليه أمرنا الله أن نقدم محبة صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لأنك إذا أحببت الشخص قبلت منه وإذا لم تحب ما قبلت منه.
فأول شيء شرط الحب. كان ممكن يقول لك يعني تطيع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يفرض عليك الحب، تطيعه. لا، أنت هنا محمد صلى الله عليه وسلم مأمور أنك تحبه أكثر من نفسك وأهلك والناس أجمعين، وأنك تطيعه أيضا. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما تتشرب الأجيال محبته ومودته هذا شيء عظيم. فيأتي بعض المحبين يقول معقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام بالذوق والأناقة؟ يقول لي هذه بشواهدها، اقرأها. تجي المرأة، معقول أن المرأة مشاركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 70 تخصص؟ أي مشاركة في حياة النبي في أكثر من 70 تخصص، وكان يعطي المرأة مكانتها ومنزلتها، وكانت حاضرة حضور الرجل في الدعوة إلى الله، في البدر، في التضحية، في الجهاد، كل المعاني والتخصصات اللي تتخيلها موجودة المرأة حاضرة فيها. معقول أن دولة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التنظيم وهذا الجمال؟ أي موجودة بهذا التنظيم، وكل واحد يعرف مهمته. ومثل ما كنت أتحدث أنا وأخي علاء في الذكاء والموهبة الربانية الفذة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسخر كل إنسان ويوجهه حسب ما يتميز به من طاقات، الرجل المناسب في المكان المناسب، في المكان المناسب، ويعطي كل إنسان ما. ثم جمال التربية حتى تشجيع القدرات والطاقات. يعني ولذلك برز الصحابة، ترى كلهم شباب شباب، وكثير منهم كانوا صغار، يعني اللي جاءونا بأحاديث تهز القلوب تراهم كانوا بعضهم أطفال. يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، الحديث اللي نتغناه بكل يوم هنا، كل يوم هنا في الحرم، ترى اللي رواه الحسن بن علي عمره 6 سنوات. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. ابن عباس رضي الله عنه، يا غلام إني أعلمك كلمات، الكلمات العظيمة في التوكل على الله. ابن عباس رضي الله عنه، وكان يجي في الصلاة يروح ينام عند خالته ميمونة رضي الله عنه وهو طفل صغير عشان يتابع يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يسوي، وكان يوصف لنا وش يسوي من أول، حتى من جماليات يعني يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولطف الأهل. يقول فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فربما تحدث مع أهله ساعة ثم نام، هو في لطف ويسولف مع هذه. مو فقط عائشة، صح عائشة أخذت الحب الأكبر، لكن هذه ميمونة يتحدث مع أهله ساعة ثم نام. ابن عباس يراقب إذا صحي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، كيف يتوضأ ثم يقوم يصلي بجواره، وأحيانا يغلط يجي في الجهة الثانية يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الأجيال وبث فيها صلى الله عليه وسلم هذه المعاني والتشجيع. سلمة رضي الله عنه هذا الشاب القوي المتدفق حيوي اللي كان عنده خوارق ما عنده أحد، كان من أكثر الناس سرعة يسبق حتى الخيل على رجله، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، له مواقف في مرة من المرات 70 واحد سيطر عليهم، 70 وهو واحد رضي الله عنه وأرضاه. مواقف سلمة لا تكاد تحصى، وكان يمتلك القوة والشجاعة. صار في غزوة ذي قرد استطاع أن يهزم المشركين وحده، وأن يستنقذ منهم أكثر من 30 بردة، وأن يستنقذ منهم كل ما أخذوه من نياق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أغراض المسلمين يستردها لوحده. كل ما تذكره حضرتك دلوقتي له حجية وله مرجعية من القرآن والسنة، أم هي مجرد بعض الأقاويل قد لا تكون محققة أو بعض الكتب الآثار والسير؟ وهذا اللي أشرت إليه، جميل أنك ذكرتني به. هذا المشروع بالنسبة أنا أتكلم عن نفسي، مشروع السلام عليكم يا نبي من ميز من 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 مؤهل أو من مقومات، من مقوماته أو من أساسياته التحقيق، فليس فيه إلا ما صح. وهذا اللي أنا، هذا اللي تعب قلبي كثير، إن كثير من الأشياء اللي نتغنى بها للأسف، حتى شفت بعض الدعاء الله يجزيه خير ويكتب أجره قاعد في قصة يوم من الأيام وبكي معها لين شبع وما لها أصل. فهذا يعني التحقيق والمطلب مطلب أساسي. ليه؟ مو شرط، قد تكون قصص جميلة ما تسيء للنبي، مع أن بعضها نعتبرها إساءة، مثل لما يصور لك النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، وأن هذا المسكين جاءت هذه المرأة حليمة السعدية، فلما ما وجدت أحد عندها فلوس وتأخذها قالت خليني أخذ هالمسكين هذا تصدق عليه، ويلا مدام ما لقيت أحد. هي تتصدق على ولد بني هاشم اللي أبوه يضيف الطيور في السماء؟ تتصدق على على رجل من سادات قريش اللي كانوا مسؤولين عن ضيافة الحجاج؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت شرف وسؤدد وعزة ورفعة، بل هي تتشرف وأي حد يتشرف أنه يقترب من هذا البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كعادة من عادات قريش ومن سؤددهم أنهم كانوا يرسلون أبنائهم للرضاع وللتعود على يعني والاستنشاق الأجواء الجميلة، لكن ليس هذا. ففي قصص أحيانا لا تثبت. طيب ليس عندنا إلا ما صحت نسبة للنبي. النبي ولا أكمل للأخ على اللي تفضل، اللي الآن هذا القصص قلتها الآن في البخاري. نعم، في البخاري يعني، حتى ليست في بعض مثل قصص سلمة بن الأكوع، مثل الأحاديث التي وردت، كل هذه أكثرها في الصحيحين. طيب السيرة في دقائق، الذي إن شاء الله أهديكم من السيرة النبوية في دقائق. نعم.
يعني 90% منها من الصحيحين حتى ليس من عموم صحيح السنة. تفضل. لعل نفرض إن شاء الله حلقة أخرى إن شاء الله سواء في رمضان أو في غير رمضان عن المتحف، لأن مثل هذه المتاحف فعلا تشعرنا بسعادة، وأعتقد أنها تتوافق حقيقة حتى مع رؤيتنا القادمة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية في تفعيل مثل هذه المتاحف الإسلامية التي نفخر بها عالميا كذلك. يجب أن يعرف العالم كله من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتعرفوا حقيقة على كل أسرار حياته، اللهم صل وسلم عليه. دعنا نتحدث قليلا عن بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يطلق ويلقب محمد صلى الله عليه وسلم بالنبي الأمي، يستمعون حقيقة ماذا تعني بكلمة الأمي؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تعني كلمة الأمي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا قبل أن ندع كلمة المتحف، هي كانت انطلاق، ولا نحن حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما. ثم أن المتحف هو المشروع مشروع علمي كموسوعة علمية، جزء منها شيء اسمه المتحف هذا. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصفات المتعددة فلا حصر لها، يعني أحصينا من خلال المشروع أكثر من 1400 فضيلة وخاصية وميزة للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بها، فلا حصر ولا عد لما اتسم به صلى الله عليه وسلم. حط في ذهنك وتخيل كل صفات الأرض الجميلة، أعظم مثل تجدها فيه في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، وضع في ذهنك أي شيء ممكن أن يكون فيه نوع، ولو يعني قد لا يكون مخل بالآداب لكن يعني فيه نوع من الممكن ما بعض النفوس القوية لن تجد له وجود صحته منذ قبل مبعثه، ليس فقط بعد بعثته وبعد أن أكرم الله عز وجل بالنبوة والرسالة، بل منذ قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء، وكان يعني يبتعد عن تلك الأجواء، وكل ما يراه يصادم الفطرة من مظاهر الشرك بالله عز وجل أو الظلم أو بعض الأشياء التي لا ترضي من الأصنام وما إلى ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هناك إلى قمة هذا الجبل العالي الذي أمامنا، كان صلى الله عليه وسلم يصعد إليه في حرارة الشمس ووهج الظهيرة، ويصعد ويظل هناك الليالي ذوات العدد، هناك يمشي صلى الله عليه وسلم يتسلق قمة هذا الجبل وكأنما كان على موعد مع حبيب، وكأنما ينتظر فرجا يهبط عليه من السماء هناك قبل بعثته، قبل المبعث. فهو نقي صلى الله عليه وسلم، نقي زكي منذ قبل مبعثه، لم تتلطخ حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم بذرة مما يشين الفطرة أو نقاء الإنسان. أما الصفات مثل ما تفضلت بالنسبة للأمية، هذا معلوم، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا فيه غضاضة، بل هو أمر رفعة له صلى الله عليه وسلم، أن هذا النبي الذي نشأ في أمة الأصل فيها أنه أمة أمية. طبعا المسألة فيها خلاف، هل كان أمي لا يقرأ، لا ندخل في يعني في عمق الخلاف هذا، لكن هذا لا يضير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النبي، ولذلك أنك تعجب أن هذا النبي مهما كان حتى لو كان يعرف القراءة والكتابة صلى الله عليه وسلم، لنفرض مع أنه مع وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لكن لنفرض أن النبي كان يعرف مهما كان، أين أنت من هذا البحور المتدفق؟ اليوم يا رجل لنا 1437 سنة وأكثر، طبعا هذه اللي من بدء التاريخ الهجري، ونحن العالم كله شوف القرون اللي مرت بك بجامعاتها وعلمائها ومؤسسات العلم فيها وكتبها، أهل اللغة يكتبون، وأهل الفقه يسجلون، وأهل التفسير يدونون، وأهل الحديث يسطرون، وعلماء الأرض، كل هذه كلها مجرد قنوات من هذه البحور الهائلة المتدفقة من علم النبي صلى الله عليه وسلم. كم أتاه الله من العلم، إن جيت تنظر في المستقبل فعلمها الله عز وجل أمور ستأتي في المستقبل، منها ما رأيناه ومنها ما سنراه أو تراه الأجيال بعدنا. إن جيت تنظر في الماضي فعلمه الله تاريخ الأمم قبلنا كلها، ولذلك أنت تأخذ أصدق تاريخ وأجمله من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من ميزات رسالته، أنه نقى لنا الصورة وزينها في أعيننا. لو فقط أننا نأخذ سير الأنبياء من بعض الكتب والإساءة إليهم وتصويرهم بأمور غير جيدة كانت مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الأنبياء في مظاهرهم الجميلة وصورهم الصادق. لو أخذت الآخرة كم فيه من العلم، رحلة الإسراء والمعراج وحدها كم فيها من العلم، كم أطلعه الله عليه من علم أمور الدنيا، علم أمور الإدارة مثل ما تفضلت، علم أمور هذا العلوم المتدفقة. والله مع أن مثلا كشاهد أنا وفريق علمي معي والعلماء في الأرض كلها ما زالوا إلى اليوم إنما يعيشون على السواحل صحيح للبحور العلم النبوي. جميل. وهذه هي الرد على قضية أن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وأول من تزوجها خديجة رضي الله عنها. كيف تقرأ هذه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفات راسخة فيه، ولذلك هرقل لما سأل أبا سفيان، وأبو سفيان لأنه من كبار رجالات قريش، ورجالات قريش ترى فيهم مهما كان حتى قبل الإسلام، ولذلك هم ليش كانوا بعد الإسلام يعني أشداء وأقوياء، والخلفاء الأربعة كلهم من قريش،
قريش يعني كانت لذلك الله عز وجل اصطفى هذه اصطفى واصطفى قريش اصطفاني من اصطفى قريش من بني اسماعيل واصطفاني من قريش او من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفي من اناس اصلا هم يعتبرون يعني قمه في الخلق قال انا خيار من خيار لا صحيح ان عندهم مشكله كانت عادل الشرك بالله عز وجل وهذه لا شك انها، لكن في الصفات الجميله اللي اقرها الاسلام فيه. فابو سفيان كان لسؤدده وهيبته ما يستطيع أن يكذب، وإلا كان فرصته يكذب، ما هو فرصته كان لكان يجب أن يكذب عشان يقر عشان يمدح يذم في النبي صلى الله عليه وسلم يمدح نفسه فيه، كان عنده رقل. فسأله عن الصدق قال هل تتهمون بالكذب؟ قال لا. فعاد يقول هرقل يقول إني كنت أعلم الأنبياء لا تكذب، وإني كنت أعلم أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق. يوم في الكعبة جو اختلفت القبائل عند الكعبة عشان الحجر الأسود، هذا من إكرام الله له، لأن التاريخ سبحان الله عجيب ترى، يعني أنتم قرأتم الأستاذ على ما شاء الله من المتضلعين في التاريخ. شوف أول من وضع الحجر الأسود منه إبراهيم. مين ثاني واحد حطه في مكانه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. التسلسل الحنيفي مو فقط في المعاني المعنوية في الدين والتوحيد، حتى الأشياء المحسوسة، الحجر يحطه إبراهيم يجي يحطه محمد صلى الله عليه وسلم. فتختلف القوم مين اللي يضع، كل قبيلة تقول أنا، يعرفون شرفه، وهذا أيضا من الميزات القريش أنهم يعرفون ميزة الكعبة وأهميتها، حتى ترددوا كثير في بنائها والهيبة وكيف ينقضون الحجارة، كان عندهم هيبة لها. فلما جاءوا يختلفوا في وضع الحجر فقالوا هي حكموا أول من يقدم عليكم من هذا الفج، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ما أجمله، ما أعظم أخلاقه. حتى في الجاهلية الناس تجد اللي عنده شرك واللي عنده الأخابيط، ومحمد صلى الله عليه وسلم يمشي كذا مثل البدر المنير، يتدفق جمالا وجلالا وصدقا وأمانة، ولذلك أماناتهم عنده. أي تخيل، مو فقط قبل البعثة، حتى هم يحاربونه وأماناتهم عنده، حتى هم يتآمرون على قتله وأماناتهم عنده. ولذلك يوم جاء يهاجر كلف علي رضي الله عنه يرد الأمانات للناس، يعني بمعنى أن أماناتهم إلى قبل الهجرة وهي عنده صلى الله عليه وسلم من شدة. فقالوا حكم أول من يقدم عليكم من هذا الفجر، فأقبل صلى الله عليه وسلم. فكانت السياسة والحكمة التي أتاه الله عز وجل، جاءوا بأشبه بالحصير أو بقطعة القماش، فوضع الحجر فيه، وكل قبيلة هم القبائل كل واحدة تأخذ بالطرف، عشان هو بياخذ الفضيلة اللي جاية، ترى مو فقط حل المشكلة، هو حل المشكلة وفاز بالشرف. لما ارتفع الحجر أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال، أما خديجة بعد ما يتفضل الأستاذ أكلمك عنها إن شاء الله. طيب، عندي سؤال متعلق بوقفة من كلام حضرتك اللي سأله الأخ فهد عن فكرة الأمية، وهل النسبة في اللغة إنه النبي أممي مبعوث لكل الأمم، أم يحمل المعنى أيضا فكرة عدم القدرة على القراءة والكتابة؟ ورد على يعني جبريل أمين الوحي عليه السلام عندما قال له اقرأ، ما أنا بقارئ، لست بقارئ. أحيانا يبرع بعض المفسرين في طرح التفسير والمراد الإلهي من هذا، يقول أنت لو أتيت بورقة فيها بعض الشخبيط والكتابات، قد تكون فيها أفكار مشوهة وتشوهات فكرية موجودة في الورقة، ثم تريد أن تكتب عليها كتابة جيدة، سوف تأتي بمحاة وتحاول أن تزيل بمشقة وجهد ما علق بهذه الورقة البيضاء من كتابات ومن أفكار، بينما محمد صلى الله عليه وسلم هو كالورقة البيضاء النصعة التي لم تشوهها لا أفكار شرك ولا من جهالات عصر الجاهلية، فكأنه كان صفحة ناصعة تستقبل الرسالة السماوية لتكتمل المعجزة، حتى تكتمل المعجزة. وأعتقد كمان القرآن تحدث زي ما سيدتك تفضلت أنه ما كنت ولا ما لا كثير، حتى الشواهد كتاب أتخطه يعني بيمينك قصة الحديبية ارتاب المبطلون، وعندك كمان رد لما اتهم به أنه يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. في الحديبية أيضا لما قال أمحو، قال العلم أمحو، قال والله لا أمحو، قال أرني إياه صلى الله عليه وسلم، أرني إياه وأرني إياه وأنا أمحو. وهذا مثل ما ذكرنا، يعني سواء يعني ذهب بعض العلماء إلى رأي آخر أو إلى هذا الرأي اللي هو طبعا الذي يظهر طبعا الآن، فهذا ما يؤثر في لا أنا ليه إيه ليه السؤال حضرتك جميل، أنا سأعلق تفضل. ليه السؤال؟ عشان أقول أنه أحيانا في فرق بين تعلم أو علم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين استخلاص الدروس والعبر من السيرة والتحليل الثمرة. هل ترانا قصرنا كثيرا في، هقول لفظ، أننا محتاجين أخصائيين تسويق، يعني كما رأيت أنا شخصي متواضع في هذا المشروع والمتحف الذي كان يعني في زيارة الأمس، هذا نوع من التسويق،
لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تفضلت المسوق الشاطر يعرف البضاعة الجيدة يحطها في فاترينة جيدة. احنا وصلنا لأولادنا الصغيرين النبي هيزعل منك، النبي قال ده كده غلط، النبي قال هذا حرام هذا حرام. وزي ما تفضلت السير والمغازي والجهاد فقط، أما شخصية محمد صلى الله عليه وسلم بما فيها من عبقرية ودروس وتحليل وعبر، ترانا قصرنا في الإبلاغ، فظهر المتطرفون المتشددون، وظهر المسيئون بالرسومات والاتهامات الجوفاء البعيدة كل البعد. كيف ترى أن هذا المشروع يستطيع أن يساهم في تغيير الصورة؟ وماذا نحتاج أيضا غيره من مشروعات على مستوى العالم الإسلامي فقط وليس على المستوى المحلي؟ والله هو طال عمرك هي فكرة مثلا الشروع فقط إثارة أو تحريك على قولهم المياه الراكدة، أو فتح كل هذا مجرد فتح أبواب وإظهار للناس أنه عندنا. يعني أنا في واحدة من الكلمات الجميلة، امرأة لا أسميها عامية، هي متعلمة لكنها قد لا يكون ليس لديها علاقة بالعلم الشرعي نهائيا، وحتى معلوماتها قليلة جدا من عموم الناس، فهي من يسمونها من سيدات الأعمال. فحفظت قالت كلمة جميلة عجبتني جدا، سمعتها من أكثر من حد غيرها بأساليب مختلفة، لما رأت فكرة المشروع الخير يعني جلست كده فقالت الحمد لله الآن أيقنت أن عندنا شيء يستحق أن نعيش من أجله. ما شاء الله. أي فالناس يعني سبحان الله عندنا شيء يا أخي، عندنا كنوز والله العظيم، إن الله عز وجل أكرمنا والله. يعني ترى أنا وأنت الآن الله أكرمنا غاية الكرم أن نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة من الله ترى لا تقدر أصلا بثمن. صحيح. أن الله يكرمنا أن نكون صوت نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتشرف بالكلام عنه. الحمد لله. في بقعة شهدت مولده وبعثته. الله عز وجل يعني شوف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يقترب الناس منها كل ما تفلح. للأسف الآن ليس لا أنا ما أحب أن يكون يعني أنا لا أنت يعني، لكن للأسف أن يعني كثير من المؤلفات حتى المتخصصة وكثير من الكتب حقيقة ابتعدت بنا عن النبع الأصلي إلا شروحات وآراء وتعريفات. أحيانا يقعد لي صفحتين يعرف لي الكلمة في اللغة وفي الاصطلاح وفي المدري إيش. أنا بحاجة إلى هذا النور ببساطته. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا. هي تقول مثل هذا عائشة تقول متى تقول والصحابة أئمة اللغة والبلاغة والفصاحة اللي يتكلموا تقول ما انتقدت يعني كثرة الكلام والأحاديث والتفصيلات. قال ما كان يسرد كسردكم هذا، كان يتكلم بكلام لو عده العاد لأحصاه، يعني مثل الذهب الكلمة معدودة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تعود الأجيال إلى هذا النبع الأصلي، وهذا ليس تقليلا من شأن جهود، هذا واجب وضرورة منها للعلم والتعلم والمعرفة كل جهود العلماء، لكن بالنسبة للعودة الصادقة والتمثل لأخلاق النبي، العودة مباشرة إلى النبع الزلال إلى أخلاقياته صلى الله عليه وسلم. حتى الأطفال والله لو عاد الأطفال إلى الطفولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه مع الأطفال وتعامله، يعني ما أظن في طفل إلا يكاد. أنا يعني حتى معي والله معي مقطع في جوالي لطفلة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، تأثرها والله العظيم تبت في العيون لما رأت مدى يعني ما رأته عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغة هي تفهمها طفلة. فالأطفال لو قربت لهم هذه المعاني، تعاملوا صلى الله عليه وسلم مع أنس، تعاملوا صلى الله عليه وسلم مع الحسن مع الحسين، تعاملوا صلى الله عليه وسلم مع أمامة، تعاملوا صلى الله عليه وسلم مع الأطفال عموما، تعاملوا صلى الله عليه وسلم البديع مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، مع بناته عموما صلى الله عليه وسلم. هذه التعاملات الجميلة، هذه الروح الجميلة لو أظهرناها قدر الإمكان، والحمد لله الأمة فيها خير والناس موجودة، لكن يعني أحيانا الإنسان في ذهنه شيء لكن مو عارف كيف ينطلق. فلما نتعاون جميعا ويكون عندنا أشياء ننطلق منها جميعا ونتعاون، يكون جهدنا الآن أنه إظهار هذه الشخصية، إظهار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. يعني أنا أتعجب أحيانا أحضر أحاول أجتهد أحضر في بعض الخطب أو بعض كذا. جميل. لا أجد أسعد ولا ألد عندي من الخطيب الذي أخرج من عنده وأنا سمعت الآية والحديث. جميل. وتسلل انساب جمالها في قلبي. وكم أتضايق كثيرا وأنا أحيانا أحضر الخطبة وكلها قال فلان وقال فلان وقال فلان وتقسيمات وتشقيقات، هذا غير اللي بيروح بك في أودية سياسية وكأنه قناة فضائية ما كأنها خطبة. يا أخي موعظة كلمتين من القرآن الكريم ومن هديه صلى الله عليه وسلم تملأ النفوس أنسة وتملأ القلوب طربة وتملأ الحياة يعني إيمانا. لذلك دكتور فعلا كلامك جميل، وهو امتداد حقيقة لقول علاء قبل قليل في موضوع أنه يجب أن تتضافر كل الجهود حقيقة، سواء كانت الإعلامية أو التعليمية
الدينيه او التدريبيه او الاسريه تقول ذلك. المنابر حتى الجمعة لا تتحدث حقيقه عن سير النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عند بناتي الى محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نرى منهاجا للحياه. فكل قضايا مثل ما تحدث في أول حلقة كل ما يقترب الناس منها. لو أن خطباء الجمعة جعلوا في كل حلقة قصة النبي صلى الله عليه وسلم في جوانبه التربوية والدينية والاجتماعية وغيرها ستكون كافية ووافية لنعيش بسلام. لكن دعنا في دقائق معدودة نكون مع أو في ساحات الحرم نتحدث حقيقة مع ضيوف الرحمن طيب. عن محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام في استطلاع عن الرأي في ساحات الحرم مع الزميل عبد العزيز الزهراني. عبد العزيز لك الحوار. شكرا للزميل الأستاذ فهد الفهيد وشكرا للزميل الأستاذ علاء بسيوني. نحن نحييكم ونبعث لكم تحية طيبة من مهبط الوحي مكة المكرمة من ساحات الحرم المكي الشريف. نحن الآن بجوار الكعبة المشرفة التي قام محمد صلى الله عليه وسلم بوضع الحجر الأسود عندما اختلفت القبائل قريش على من يضعه وعلى من يكون له الشرف في وضع الحجر الأسود صلوات ربي وسلامه عليه. اليوم يسرني أن أستضيف المهندس أسامة الحجيلان مدير إدارة سقيا زمزم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم يا مرحبا. حياك الله مهندس أسامة. حدثنا بداية عن استعدادات إدارة سقيا زمزم. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في إدارة سقيا زمزم نمثل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. بداية حسب توجيهات ولاة الأمر وعطفا على توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ومعالي نائبه الشيخ محمد الخزيم، نحن نقوم بأتم الاستعداد لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الزوار والمعتمرين في جميع أنحاء ساحات وداخل وخارج المسجد الحرام. أيضا حدثني كيف يتم توزيع عبوات زمزم على الأسطح تبع الحرم؟ نحن في إدارة زمزم نقوم بعدة طرق للتوزيع، منها عن طريق الحافظات وعن طريق الخزانات، كذلك عن طريق العبوات. استحدثت هذه السنة العبوات لإيصالها للمناطق التي يصعب توفير الحافظات بها مثل صحن المطاف وما شابه ذلك. أيضا حدثنا كم عدد الحافظات المتواجدة حاليا في الحرم؟ ولله الحمد تقدم إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام ما يقارب 18,000 حافظة تحت الخدمة حاليا وجاهزة للاستعداد. بشكل يومي يتم توفير 18,000 حافظة، والعدد هذا قابل للزيادة. نحن الآن دخلنا على 10 الأواخر لربما يزيد العدد يوصل إلى 20,000. حدثنا عن بعض الأخوة رأيناهم يحملون حافظات الماء على ظهورهم. صحيح، نحن في إدارة سقيا زمزم استحدثنا هذه السنة الحافظات اللي هي على شكل حقائب ترتدى على الظهر، تقوم بإيصال الماء للطائفين في صحن المطاف من ابتداء من وقت الإفطار حتى وقت الإمساك على مدار الساعة. حدثنا عن القوة البشرية العاملة في سقيا زمزم. ولله الحمد نحن في إدارة سقيا زمزم ما يقارب 91 موظف رسمي وما يقارب 71 موظف موسمي. أيضا حدثنا ماء زمزم يصل إلى المدينة المنورة، حدثنا عن آلية إيصال ماء زمزم إلى المدينة المنورة. ولله الحمد نحن في الرئاسة العامة ممثلة بإدارة سقيا زمزم نقوم بتوريد الماء إلى المدينة المنورة عبر سبيل الملك عبد العزيز عن طريق الصهاريج. ما يقارب يتم يوميا إرسال من عدد يتراوح من 22 إلى 32 صهريج يوميا. ما شاء الله. حدثنا اليوم مع سؤال خارجي هو يتعلق بموضوع الحلقة عن واجبنا تجاه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي. رسولنا الكريم مهما تكلمنا ومهما قلنا لا نوفيه، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا وعلى كل مسلم، وهي محبة واجبة قبل الوالد والولد. فداه أبي وأمي. جزاك الله خير وسعداء باستضافتك معنا المهندس أسامة الحجيلي. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
ايضا اخواني المشاهدين معي ضيف اخر نتعرف عليه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عرفنا باسمك الكريم. عمرو شعب الرفاعي. اهلا وسهلا بك، حدثنا عن زيارتك للمسجد الحرام وعن التطورات الملحوظه. والله اولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر المملكه حكومه وشعبا على المجهودات الخارقه. فانا كنت السنه اللي فاتت نط في الحج، والملاحظ والله التوسعات بسم الله ما شاء الله، والخدمات من رجال الامن ومن الشعب ومن الحكومه تيسيرات كبيره، يعني بارك الله فيهم والله وجزاهم خير. حدثنا عن الروح الايمانيه الان بداخلك وانت في ساحات الحرم المكي الشريف. والله لا توصف، والله لا توصف، يعني الواحد طوال العام يلطخ بالذنوب، فرمضان وبالتحديد العشر الاخيره دي مناسبة لغسل الذنوب وشحنة إيمانية لبداية عام جديد. دعوة من قلبك الآن للمشاهدين الآن من خلف الشاشات. والله نسأل كل من يرانا خلف الشاشات أن يكون إن شاء الله العام المقبل هنا بإذن الله. شكرا لك، سعدة فيك، أهلا وسهلا بك. نعم زملائي الأعزاء في الاستديو، كما رأيتم الآن قبل قليل مع المهندس أسامة الحجيلان يتحدث لنا عن سقيا زمزم، وأيضا تحدث لنا الزائر الكريم عن سعادته والبهجة التي تملأه بزيارة بيت الله الحرام. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المحمدية، يسرني الآن أن أشكر حقيقة طاقم العمل الذي وقف دائما وأبدا معنا هنا في ساحة الحرم، وعلى رأسهم الأستاذ فهد الأستاذ فهد الطويل، يعني المعد دائما معنا، وأيضا الأستاذ علي الشمري، وأيضا المصور القدير الأستاذ معاذ الوتيد، وأيضا المصور القدير الأستاذ فهد المالكي، والمخرج لا أنساه طبعا الأستاذ خالد السلوم، والمخرج ناصر البقمي، وجميع الإخوان العاملين لا تسعني ذكر أسمائهم، ولكن جميعهم يستحقون الشكر بلا 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 استثناء. الآن عودة لكم للزملاء في الاستديو، عودة للزميل الأستاذ فهد الفهيد والأستاذ علاء بسيوني ولضيفكم الكريم الأستاذ ناصر الزهراني، أهلا وسهلا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وشكرا للزملاء الأعزاء ولكل ضيوف الرحمن الذين كانوا معنا في هذا التقرير من ساحات الحرم المكي الشريف، والعودة مرة أخرى للحديث عن سيرة أفضل البشر وأسمى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي ارتضت المشيئة الإلهية أن يكون بين الأمة لنيف وعشرين سنة منذ بعثته لكي يمارس هذه الرسالة، لكي يكون قرآنا يمشي على الأرض كما قالت عائشة، لكي يكون كتالوجا تفصيليا مفصلا لكيف يكون التطبيق في مجالات العبادة، في مجالات التعامل الإنساني، الزواج والطلاق وتربية الأبناء، الجيرة والصداقة والمحبة، في مجال القيادة والتخطيط، في مجال المعاملات العسكرية والمعاهدات والمفاوضات، شخصية متفردة بكل المقاييس. ونعود إلى السؤال مع دكتور ناصر مرة أخرى، ونحن نتحدث عن مشروع هو بارقة أمل في ظلام التقصير في الإبلاغ والتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم. دكتور ناصر، هل ترى أن وزر الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم دخول عدد كاف من البشر في الإسلام نتيجة عدم معرفتهم الحق بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوزر يتحمله من أكثر في المقام الأول؟ هل في العوالم الأخرى والدول الأخرى التي لا تدين بدين الإسلام هم يتحملون الوزر، أم يتحمل هذا الوزر مسؤوليته المبلغون المقصرون؟ ونكتفي بهذه الإشارة، لا أريد أن أقع في جلد زائد عن الذات. اللهم صل وسلم. يمكن نقول التقصير أخف ألطف، التقصير حاصل عموما في حياة الناس. يعني أولا الحقيقة يعني نشير إلى أن الحمد لله وأنت يعني مثلا من التلفزيون المصري ونحن الأخ عاد في التلفزيون السعودي، أقول الحمد لله أن يعني هالبلدين الكريمين الحمد لله، هذه البلد تقوم على الكتاب والسنة وعلى هذا النور الجميل وعلى تعليم الناس والأجيال هذه المعاني الجميلة. يحدث هناك بعض الأخطاء في التطبيقات وما إلى ذلك، ثم في مصر الله أكرمها بعلماء كبار وبالأزهر الذي هو منارة في العالم الإسلامي اليوم في كثير من الدعوة إلى الله والعلم والوسطية والحب والمودة والتسامح. فالحقيقة هذه يعني يجب أن نشيد بها وأن نسعى جاهدين إلى تفعيلها في قلوب الناس وفي يعني استثمار هذه المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، بالعكس هذه الأشياء ترفع أكثر،
وتزداد، خاصة لما أنت تسب وتتهجم فتجد الرد عليك بخلاف ما توقعت أنت. صح. ما يتنزل إلى سفاهاتك بل يرتقي إلى عظمتك. طب ممكن تشرح لي كلمة جملة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن أن المؤمن القوي أحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف، يعني إشارة إلى موضوع المقاطعة. أنت عايز تقاطع الدنمارك في الجبنة والزبدة واللبن الزبادي، أوكي موافق. طيب هل تعلم أن الدنمارك الدولة رقم واحد في إنتاج الأنسولين المصنع اللي بيتعاطاه مرضى السكر شفانا الله وإياهم من كل سوء وبلاء؟ طيب أنت بتقاطع الجبنة واللبن والزبادي وهم بيمنعوا عنك التكنولوجيا ويمنعوا عنك الأدوية ويمنعوا عنك الأجهزة والكمبيوترز وي وي وي. إذن نحن في موقف ضعف في بتخلفنا العلمي الذي حضنا عليه الإسلام وحضنا عليه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفي طال عمرك معاني أنه برضه يعني الكلام ليس على عمومي، يعني الدنمارك ما لها علاقة، يعني لما يطلع بعض الأشخاص معتوهين وأشخاص يعني لا خلاق لهم، هذول لا يمثلون كامل الشعوب وكامل البلدان. والدليل على ذلك أنا جاءني بعض الذين كانوا سبب في الإساءة أسلموا وجاءوا عندي في مشروع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. أسلموا ليش؟ لأن اتضحت له الصورة وكان سبحان الله سبب. فالإساءة يعني حين يعني الآن لما يطلع شخص ويسيء مثلا، افرض من الله لا يقدر وإن شاء الله أنهم كلهم مؤدبين وأخلاق في مصر ولا في السعودية، طلع واحد مصري يسب مثلا في احد ثاني، نقول المصريين كلهم سيئين؟ واحد هذا واحد تكلم او واحد سعودي وتكلم تقول. فهذه الافراد تصرفات الافراد، لكن يجب صح ان يكون لكل امه ولكل دوله يعني قوانين تضبط وتمنع، خاصه الانبياء هذول يجب، لان احنا ما نجيز لانفسنا ولا لاحد من ابنائنا ان ينال، مو من الانبياء فقط، من الصالحين الذين ورد ذكرهم في القران، لا من مريم عليها رضي الله عنها وعليه السلام، ولا من ام موسى، ولا من الصالحات المؤمنات اللواتي، فكيف بالانبياء؟ ما يجوز النيل منهم. طبعا مساله المقاطعه هنا هي مساله اقتصاديه اكثر من كونها مساله دينيه، ولكن حتى المقاطعات هذه هي ايضا على مستوى اشخاص معينين، لكن صحيح. مثل ما تفضل الاستاذ اللي بيقاطع واللي يبغى يكون قوي، القوه فيها اشياء اخرى. احسنت. وهذا الكلام في معاني اخرى مختلفه، وهذا الكلام على حقيقه دكتور. ثم الردود نفسها يعني ما كان يحدث مثلا، يعني مثلا واحد ينال من النبي اروح انا اكسر سفاره ولا اعتدي على شخص ولا يعني ما كان ما انت كان ساعدته، وما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت ساعدته النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والله العظيم يوم تتامل عظمه اخلاق يسوع هنا في مكه، هنا عندنا واحنا الان في مكه، في فتح مكه تجلى من معاني الرحمه والسمو. يكفيك ان اليوم يوم الملحمه قال وهم اللي خرجوه من ارضه وقاتلوه في الى المدينه، ومع ذلك اليوم يوم المرحمه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا انظر مع ذلك العفو، لما عفى عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم خرجوا، يعني التعبير في الحديث يقول فخرجوا كأنما نشروا من القبور، لا يعني من الخوف من ذول اللي خير السيف جاء، خرجوا كأنما نشروا من القبور. كيف يعني؟ كأنما بعثوا يوم القيامة متوقعين الموت فإذا به يعفو عنهم. الشاهد من جماليات أخلاق النبي هنا جاء عبد الله بن أبي السرح وقالوا يعني جاء بعثمان ليأخذ لها الأمان، فبايعه يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما بايع في المأر، ما بايع وكان ينتظر بايعه في الثالثة بايعه. فبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان أحد يعني أحدكم يقوم إلى هذا الرجل بما وصفه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد منكم الرجال يقول أنا أعطيتكم الفرصة، قال أوه يا رسول الله لو أشرت لنا بعينك. أحسن. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لا إله حتى إلا مجرد الله. إشارة غير مناسبة مع رجل كان آذاهم. دكتور الحديث ذو شجون، بس أعطنا ولمشاهدين الكرام خاتم مصدرا واحدا أو مصدرين في أقل في أقل من دقيقة، مصدرا واحدا مصدرا واحدا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. الكتاب والسنة. القرآن الكريم والبخاري ومسلم وحدها فيها الخير. شكرا والبعض. شكرا دكتور ناصر، شكرا لكم سيرة. أيضا مشاهدي الكرام في قناتينا السعودية والمصرية على متابعتكم لنا في حلقة اليوم. كان الدكتور ناصر الزهراني الداعية والعالم ومؤسس لمشروع السلام عليك أيها النبي معنا في هذه الحلقة القصيرة، ونعترف بأن محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى عشرات الحلقات حقيقة للحديث عن سيره. والله يا فهد، والله يا سيدي يا رسول الله، ما وفينا رسول الله حقه. السلام عليك يا سيدي يا رسولي ونبي وشفيعي محمد بن عبد الله، أفضل الصلاة وأحسن السلام، قمر بني هاشم، خير الخلق وسيد المرسلين. وأجمل تحية لكم من قمة فندق أنجوم الذي انقلنا لكم من خلالها
برنامجنا الملتقى، فكل التحية لكم، ولا تنسونا على مائدة إفطاركم ودعواتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أرزاقكم وأموالكم وأولادكم وأهليكم، وأن يمن علينا بالأمن والأمان في هذا المكان وكل بلاد المسلمين. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور. شكرا. اللهم املأ بالإيمان قلوبنا، وباليقين صدورنا، وبالنور وجوهنا، وبالحكمة عقولنا، وبالحياء أبداننا.